حياكم الله في خليج العرب. دول الخليج فرضت العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار وباء كوفيد 19، واتبعت معظمها الاستراتيجية الصينية في مواجهة الجائحة من غلق الحدود والمدارس والمباعدة الاجتماعية. هذه الإجراءات قد تحد من انتشار الوباء، لكنها وحدها لا تكفي للقضاء عليه، حسب تصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس، الذي ناشد جميع الدول بإجراء الفحوصات ما استطاعت، بعدما كانت الفحوصات مخصصة للحالات المشتبه فيها أصبحت شبه إلزامية حتى للمخالطين. فلماذا توصي منظمة الصحة العالمية الدول بمضاعفة الفحوصات؟ وهل باستطاعة دول الخليج مواكبة هذه التوصيات؟ وما موقفها من الجدل الدائر حول نجاعة دواء الكلوروكين الذي اعتمدته بعض الدول للحد من انتشار الفيروس؟ لمحاولة الإجابة عن هذه الأسئلة معنا من مدينة فانكوفر الكندية عبر سكايب الدكتور أسامة العنزي، كلينيكي ومختص في الفيروسات والأمراض المعدية. مرحبا دكتور، وشكرا لمشاركتك معنا. يا أهلا فيكم وأشكركم على استضافتي في التلفزيون العربي. أهلا دكتور، لكن قبل البدء نتابع هذا التقرير عن تطورات الوضع الصحي في دول الخليج ثم نعود. رغم ما يبدو من تراجع لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، إلا أنه لا زال في معظم الدول يواصل انتشاره بشكل تختلف وتيرته من دولة إلى أخرى. دول خليج العرب تعاملت مع آثار انتشار الوباء وطرق مواجهته بكفاءة ملموسة، حيث لم تتجاوز نسبة الوفيات 0.35% مقارنة بالنسبة العالمية التي تقارب 5% من جملة المصابين بالفيروس. الإجراءات المتخذة خليجيا كمنع التجمعات في بعض المناطق ومنع السفر وإغلاق المساجد والمعابد والمدارس والجامعات وتطبيقات الحجر الصحي وحملات التطهير وحملات التوعية، كما العمل التطوعي للأفراد وللمؤسسات المدنية، كان لها أثرها الفعال في بطء انتشار الفيروس وتخفيض نسبة الإصابات. جاهزية القطاع الصحي في دول خليج العرب يبدو أنها لم تتأثر كثيرا بالواقع الاقتصادي والخسائر المالية الكبرى التي تواجهها دول العالم كلها بما فيها الدول الخليجية، خصوصا في ظل حرب أسعار النفط والإصرار غير المفهوم على زيادة الإنتاج من قبل السعودية، ما قد يؤدي إلى أزمات مالية واقتصادية كبرى بل وكارثية على أغلب دول المنطقة ومنها السعودية، التي يتوقع لها الخبراء الاقتصاديون أزمات مالية لم تعرف لها مثيلا عبر تاريخها المعاصر. الواقع الصعب الذي تمر به دول الخليج ككل دول العالم والتعاطي بشفافية ومسؤولية مع الأزمات التي أحدثها انتشار فيروس كورونا يجب أن لا يشغل الجميع عن التفكير ربما من الآن في طرق ووسائل استنهاض الاقتصاد والمجتمع بعد الانتهاء من الأزمة، رغم أنه من الصعب توقع تاريخ قريب أو بعيد لانتهائها. دكتور أسامة، مرحبا بك مرة أخرى. دكتور، كنت ضيفا عندنا قبل استفحال الأزمة تقريبا قبل شهر، وتحدثنا عن الفيروس وتداعيات انتشاره. اليوم كيف تقيم الأمور بعد مرور شهر وبعد الإجراءات الحازمة التي اتخذت من دول الخليج؟ أين نحن الآن؟ مقارنة من شهر من الآن من تقابلنا ومن كان من بداية الأزمة، الحين وصلنا لتقريبا 3 شهور. أنا بعطيك أول شيء، أدري أن الاهتمام في المنطقة العربية ودول الخليج، لكن أبروح إلى ما وصلنا إليه اليوم. أمريكا تعدت الصين في عدد الحالات، نتكلم بالمئة وعشرين ألف حالة في الرينج الحين، وهم توا بدأ عندهم الوباء دخوله في دولة الولايات المتحدة بقوة، بدأ الانتشار، مرحلة التفشي الأسية، هذه التضاعفات اللي كان ترامب يقول قبل شهر من الآن، كان يقول هذه خدعة، كان يتكلم خدعة وما أخذ الأمر بجدية. ونفس الشيء في أوروبا كان في إهمال، وحتى في ناس تبنوا مثل بريطانيا اللي هي نظرية القطيع، ما أخذ بجدية. نفس الدول مقارنة بها الذين هم يسمونها دول ريعية اللي هي دول الخليج العربي، اللي سبقناهم تقريبا في شهرين
باتخاذ الإجراءات الصارمة، واتخذنا التجربة الصينية المتشددة مثالا وطريقا لنا. فكان بدينا في حظر التجول والتباعد الاجتماعي واغلاق الحدود واغلاق الحدود اغلاق الطيران المدارس، هذه اجراءات كلها اتخذت، اعتبرها اجراءات متشدده. لكن مثل ما قال رئيس فرقه الطوارئ في منظمه الصحه العالميه، قال سرعه اتخاذ، يقول ما تعلمناه من وباء ايبولا سرعه اتخاذ القرار، كونك تفكر في القرار هذا صح ولا لا، اسويه ولا ما اسويه، هني بتبدا في الخطا. كيف تقيم سرعه اتخاذ القرار في دول الخليج؟ هل 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 اليوم اذا اردنا ان نقيم اجراءات دول الخليج ممكن نعتبرها اجراءات متقدمه او اكثر احترازيه من امريكا ومن الدول الاوروبيه؟ اللي يرد عليك النتائج، عدد الحالات. فعلا احنا تشددنا جدا. قد يكون شوف الديمقراطيه الزايده هذه اللي موجوده في اوروبا وامريكا والاهتمام كثيرا في الاقتصاد الدوله اللي راح يؤدي الى انتكاس الاقتصاد حاليا. الحين ترامب قرر 2 تريليون لدعم الاقتصاد، لو تشدد اخذ امور متشدده قبل شهر او شهرين من الان واخذ اجراءات احترازيه، اعتقد ما كان يحتاج له انه يدفع هذه المبالغ في الوقت الحالي. في رئيس وزراء كندا كمثال قرر وضع 82 مليار لمحاربتنا الآن الوباء، لكن إذا عندك 82 مليار وما تستطيع تشتري كمامات لك، هني الكارثة تكمن. لكن دول الخليج من البداية أمنت مخزونها الاستراتيجي من ناحية الكمامات، الأدوات، الأجهزة، شرينا المسحات، شرينا أجهزة الفحص، تسابقنا مع الدول، ومثل ما سمونا دول ريعية، لكن الدول الريعية أثبتت في الوقت هذا أنها أفضل من الدول. ليش دكتور؟ هل هذا يعني بأن النظام الصحي للدول الخليجية كما تقول الريعية، النظام الصحي أفضل من الدول الديمقراطية أو الدول الأوروبية المتقدمة في مجال الديمقراطية أو في المجال السياسي؟ لا، عشان أكون عادل، لا، هم النظام الصحي عندهم أفضل، لكن اتخاذ القرار إدارة الأزمة لم تكن موفقة، لا أوروبا ولا أمريكا الشمالية لم يكن موفقين، لأن الأزمات تريد رجال دولة، تريد الناس تأخذ قرارات وناس تأخذ قرارات في الوقت المناسب وبالسرعة المناسبة، وهذا توفر المنظومة في دولنا دول الخليج، لأنها غالبا هي دولة تتحرك برأس الهرم، في رئيس الدولة غالبا الملك أو الأمير أو أيان كان الشخص اللي يدير الدولة، هو الشخص صاحب المتخذ القرار، الشخص الأوحد والوحيد غالبا، فتمشي القرارات بأسرع ما يكون. طيب دكتور، هذه إجراءات صارمة وإجراءات احترازية قوية اتخذت من دول الخليج، ولكن هل هذه أصبحت اليوم كافية؟ لأن منظمة الصحة العالمية توصي بمضاعفة التحاليل، أخذ المزيد من التحاليل، ألا تكفي هذه الإجراءات؟ لماذا توصي منظمة الصحة بمضاعفة التحاليل؟ منظمة الصحة العالمية لما صرحوا التصريح هذا قالوا إن الإجراءات هذه تعمل كنترول فقط، يعني تعمل تحكم لكن لن تبيد الوباء. كلامهم صحيح، لأن فعلا يعطيك وقت، أنت لما أنا أعطيك الوقت إنك لما تحجر الناس وتسوي عليهم حظر تجول، أنت عندك وقت أسميه الوقت الذهبي، واللي إحنا نستخدمه الحين لتعقب الحالات. هم يقولك ليش فالحين وقتك انك تتعقب الحالات وتحصرها وفحصها، زيد من الفحص. يعني الحين انا صار كنترول على الناس، انت قعدتهم في بيوتهم لمده اسبوعين او ثلاثه على حسب انت قرارك، فخلال اسبوعين وثلاثه الناس في بيوت، الناس ما قاعد تتجول، الناس ما قاعد تنشر المرض، فالشخص بعد اسبوعين لمده الحضانه كاقصاها حيتبين عليه الاعراض، يكون في بيته، اذا بينت عليه الاعراض حيتصل في الارقام اللي موجوده في دولنا او دول الخليج العربي ويتم اخذه، لان احنا هم اتخذنا الاجراءات الصارمه، يعني اغلبنا يسوون حتى حجر مؤسسي، غالبه الدارج عندنا في دول الخليج حجر مؤسسي، يعني يؤتى بالشخص يؤخذ الى مؤسسه صحيه ويعزل. وهذا هو المطلوب في الوقت الحالي، انه يستخدم الوقت الذهبي في هذا الوقت انه يؤخذ فيه المريض ويتم تعقب المخالطين، لان احنا كنا في البدايه فقط كانت عندنا الحالات تاتي من الخارج مستورده، لان الوباء ليس مستوطن عندنا، ما هو موجود في الخليج، فجاءتنا حالات من الخارج من الجيران وصارت عندنا حالات، لكن في البدايه
كان إهمال لأسباب ممكن حتى توصل إلى السياسية. يعني بعض دول الخليج دخلوا يعني بعض مواطنينهم غير الإفصاح من وين أتوا، يعني كانوا أتوا مثلا، خلينا نعطي مثال، جو من إيران ولأسباب أمنية يدرون أنهم ممنوعون يدخلون إيران، فاضطروا أنهم ما يفصحون. حتى السعودية أخذت قرار فيهم، قالت أنه أنت معفي عنك إذا أفصحت، لأن هي الحين صار الهم ليس سياسي، صار أمن صحي، تبي تتحكم في المنظومة الصحية والوباء، فأنت أفصح أنت عليك عقوبة مشددة، لكن تفصح أنت معفي. نعم. وهذه من الإجراءات يعني صاروا حتى يعني لاحظ دول الخليج صاروا مرنين أكثر، فليكسبل، يعني صاروا مرنين فقط للتحكم، يعني تنازلوا عن شغلات تعتبر بالنسبة لهم حتى سياسيا متشددة، تنازلوا عنها في السبيل في التحكم بالوباء. هل أقول لك يعني سرعة اتخاذ القرار في دول الخليج الحمد لله بعد فضل رب العالمين أدى إلى هذا التحكم. طيب دكتور، اليوم الإحصائيات تشير إلى تزايد نوعا ما بأعداد الحالات التي ثبتت إصابتها بسبب المخالطة. بداية الأزمة كنا نسمع عن إصابات بسبب السفر، القادمين من السفر، لكن اليوم في تزايد بحالات المخالطين. هل يعتبر ذلك مؤشر خطر بالنسبة لدول الخليج؟ نعم، إذا كنت تذكر في المقابلة الأولى أو حتى يمكن تكلمنا في الكواليس أن قلت لكم المفروض الكل يطمن، لأن كل الحالات في الوقت آنذاك كانت تأتي من الخارج، من دول الجوار بالنسبة للخليج، وكانوا مواطنيننا اللي أتوا غالبا من إيران في ذاك الوقت قبل أن الحين نفتح أوروبا، وجونا بعد من أوروبا. فقلت لك طول ما أن الحالات قاعد تجي وتحجر أول بأول كانت الأمور سهلات، لكن في الحالة لما بدأنا نشوف في المخالطين، لأن صار إهمال من بعض الأشخاص وخصوصا اللي في الحجر المنزلي، تهاونهم في الموضوع وخروجهم من الحجر المنزلي، وتبدأ إدارة الصحة الوقائية بالتعقب الحالات للمخالطين، فهنا بدأ الخطر. لما يبدأ المخالطين بنشر الوباء هنا تبدأ الخطورة. ولهذا السبب الحين نسعى إلى، أتكلم عن الكويت، إلى الحظر الكلي، لأن الحمد لله بدأنا بالحظر الجزئي، كان الأمل، أنا أتكلم من ناحية فنية، أنا طالبت بالحظر الكلي من البداية، لكن ما لا، كما تقول العرب، ما لا يدرك كله لا يترك جله. فالحمد لله الحين إن شاء الله بإذن الله تبدأ في التدريج إلى الحجر الكلي لحصر الحالات، ليستغل هذا الوقت الذهبي في حصر الحالات وفحصها. هل ترى بأن الحجر الكلي أو الحظر الكلي ضرورة مهم في الوقت الحالي لأوضاع دول الخليج عموما؟ أنا أرى في الوقت الحالي نعم. إذا أردنا أن نشتري الوقت، نعم، ونسيطر على الحالات وننتظر بإذن الله، مع أن ما عندنا دليل على أن فيروس الكورونا الكوفيد 19 باسمه هل يتأثر بحرارة الجو أو لا، لكن أنا عندي هذه نقطة دكتور كنت أبي يعني أتطرق فيها معك. الآن نحن مقبلون على الصيف، وأيضا نفس السؤال يعني أظن سألتك إياه في الحلقة قبل شهر، لكن لم تكن هناك إلى الآن الأبحاث الكافية التي تحسم هذه القضية أن هذا الفيروس ممكن أن يقضى عليه في فترة الصيف. اليوم بعد مرور شهر هل استجد أمر في هذه القضية أم لا؟ في الوقت الحالي ما في أبحاث كثيرة منشورة في الموضوع أصلا عن الموضوع، لكن في مؤشرات أنه قد يكون حرارة الجو تخدم الأشياء اللي تنبه فيها، قد تخدم في تقليل من انتشار المرض. وأنا أتكلم يعني كشخص الحين كباحث الفيروس، إحنا نعرفه ما يعيش في الدرجة الحرارة العالية، إحنا درجة الحرارة ترتفع في دول الخليج إلى عالية جدا، يعني قد تصل حتى إلى الأربعينات أو أول الخمسينات في عز الصيف، لكن في الوقت الحالي قد نصل إلى الأربعينات. فهذه كافية الأسطح الخارج البيوت على الأقل، على عربي على مماسك مثلا العربانات الجمعيات، على البيبان، على السيارات، كافيه بالقضاء على الفيروس. نعم. طيب. في الخارج، لكن الى الان ما في شيء حاسم مؤكد في هذه الجزئيه. لا، هو قد يكون نبوءه او امل باذن. طيب. الله ان حراره الجو راح تساعد باذن الله. طيب دكتور، فيما يتعلق بالنموذج الذي اتبعته بريطانيا وحتى امريكا وبعض الدول، وهو نموذج مناعة القطيع أو المناعة المجتمعية أو المناعة الجماعية، اليوم دول الخليج اتخذت نموذجا آخر وهو أقرب إلى النموذج الصيني. هل في هذه الفترة ترجح نجاعة أحد النموذجين
أو تفوق أحد النموذجين على الآخر أم لا؟ والله أنا رديت على كلامي، دائما أقول أن أنا ماشي متبني المدرسة الصينية في التعامل مع الوباء، وهي التشدد في الإجراءات والتشدد في التباعد المجتمعي، سواء كانت جزئي أو حتى إذا أدى إلى حظر تجول. أما مناعة القطيع، الفكرة من مناعة القطيع أو المناعة المجتمعية اللي تبنتها بريطانيا قد تكون يعني وراءها أمور اقتصادية كبيرة جدا، لأن بريطانيا إلى يعني استمرت في فتح مطار هيثرو، وهي مطار عالمي يستقبل الزائرين من جميع أنحاء العالم، فكان قرار إغلاقه هذا قرار كبير بالنسبة لهم وقد يضر الاقتصاد عندهم. واعتقد انا من عندي ان اعتقد ان رئيس الوزراء البريطاني لما اتخذ القرار وحتى قال ان راح تفقدون احبائكم قبل اوانهم، قالها بلهجه وبلغه لطيفه جدا اللي هي بالعربي احنا نقدر نقول ابائكم وامهاتكم اجدادكم راح يموتون. لو قالها في اللفظ اللي انا اقوله الشعب لن يتقبل الكلام هذا، لان اعتقد ان سال شخص نفسي من الذي سوف يموت من الوباء؟ راح اجاوب اقول لك غالبا الكبار في السن واصحاب الامراض المزمنه. وقد يسال جنبه مثلا المستشار المالي او وزير الماليه عنده، يقول له كم تكلفه الاشخاص هذول؟ راح يقول له هذول اصلا هم التكلفه على النظام الصحي، هم من يستغل النظام الصحي في الدول، الكبار في السن واصحاب الامراض المزمنه هم اللي يستهلكون اغلب الناس اللي تستخدم النظام الصحي وتستنزفه في الدول. وهم أشخاص يقبضون رواتب سواء من تقاعدية أو مساعدات من الدولة من غير عطاء مباشر للدولة، فمادياً أعتقد حسبها رئيس الوزراء الإنجليزي مادياً أفضل أنه ما يسوي شيء ويتبنى مناعة القطيع، أن الكبار في العمر أصحاب الأمراض المزمنة راح يروحون وهم يبقون الشباب اللي موجودين، وهذولا ما يكلفونه، بالعكس هم الطبقة المنتجة، وهذه طبعاً رؤية سوداوية يعني هي حسبة اقتصادية في موضوع من يعني الفكرة أو المبرر الذي يكمن وراء مناعة القطيع أنها أوفر اقتصاديا، أفضل اقتصاديا. بالضبط هذا هو رؤيته، ما هو رؤيته ما فيها طبية إنسانية نهائيا، لأن أنت يعني لا أخلاقياتنا الطبية أو أخلاقياتنا الإسلامية تستدعي الأمر هذا، هذا الأمر مرفوض بتاتا بالنسبة لنا. وبالنسبة لمناعة القطيع بإذن الله سوف تحدث، لكن أنت تتخذ إجراءاتك كثر ما تقدر. والآن في دولة آيسلند، هذه جزيرة صغيرة في المحيط الأطلسي، عدد سكانها 350 ألف مواطن، حتى عدد المواطنين فيها قليل، أخذوا عينة عشوائية، من الشعب لألف شخص بدون أعراض بدون أي شيء من الشارع، خذوا مسحات وأرسلوها للمختبر، كان فيها 50% من العينات إيجابية أتت للكوفيد 19 كورونا المستجد. وهذا بالنسبة لي يعني أمر صعق، هذا يقول لك أن في ناس في المجتمع كثيرين يحملون الفيروس أو مصابين فيه وما تبين حتى عليهم أعراض، وهذا من أسباب انتشار المرض في المجتمعات. وهذا يبين لك أن آيسلند قربت إلى المناعة المجتمعية أو مناعة القطيع، لأن تحتاج تقريبا من 60 إلى 70% من المجتمع أن يصاب، لأن أنا إذا أصبت في المرض أصبحت عندي مناعة فلن أنقل المرض لأحد، يعني حتى لو دخلت على شخص كبير في العمر ما أخاف عليه، لأن أنا خلاص أنا أصبت في المرض أنا عندي مناعة فلا أنقله. لكن حنا ما نستسلم للمرض، لا يعني اللي حصل نفس في إيطاليا الحين راح يحصلون للمناعة المجتمعية، لكن بسعر باهظ، لأن إيطاليا ما اتخذ إجراءات متشددة من البداية، ولم تقم بحجر الناس ولا بالحظر ولا نزلوا حتى الجيش ولا الشرطة، لكن الجيش نزل آخر شيء عشان يدفن الناس وصارت عدد الوفيات كبيرة جدا، لأن المجتمع الإيطالي في ميزة هي العوائل النووية كمثل الدول العربية، الأبو والأم والجد والجدة في نفس البيت، وعادات القبل والحضن واللمس بينهم كثيرة، فلما زادت الحالات زادت عن الطاقة السريرية للدولة وأدت إلى الوفيات، لأن الحين أنت في أشخاص أنا ممكن أقدر أعالجهم كدكتور لو دخل أخذ أكسجين أو دخل عناية مركزة، لكن كونك أنت عديت طاقتك السريرية وعدد الأجهزة التنفس في العناية المركزة
خلاص ما تقدر، فصاروا يختارون الصغير في العمر اذا دخل ويدعون الكبير الى الموت. جيد. يحكمون عليه في الموت ويذهب الجيش يدفنه. دكتور. فهذا الحين نستخدم الوقت الحظر الكلي او الجزئي في دولنا لتفادي هذه المستوى من العدد الناس اللي التي سوف تصاب في نفس الوقت. احنا ناخر كثر ما نقدر الى ان نقدر نحصر اغلب عدد الناس، وباذن الله نترجى ان المرض ينحصر كما حصر اخوك قبل السارس في الصيف، تراجع فجأة. دكتور اذا تسمح لي، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حذر من اختفاء المرض لوهلة ثم عودته مرة اخرى في حال لم تقم الدول بالفحوصات الكافية وعلاج المرضى ومتابعتهم. هل هذا السيناريو وارد، ان يختفي المرض ثم يعود مرة اخرى في من يصاب بالمرض نفسه؟ كل السيناريوهات واردة. احنا قلنا مثل ما قلت قبل شوي بالضبط ان السارز اختفى فجأة بلا عودة الى الان ما طلع، لكن قد يجينا في يوم من الايام يرجع وبشكل اخر، ممكن حتى مغير نفسه جينيا شوي وطريقة انتقاله وسرعة انتقاله وحتى عدد اللي هو الوفيات من عنده. هذا السيناريو موجود. وفي سيناريو ثاني انه فعلا انه بالطريقة اللي احنا نعملها، انت لما تحجر الناس وتحصرها زين وبعد فترة خلاص الناس المفروض ان الناس مستقرة في بيوتها، وبعد فترة تجيك يعني تفتح وفي ناس لازالت مصابة اثناء الحجر، يبدأ تطلع الحالات مفاجئة مرة ثانية يعني بعد الافراج. لكن حتى الافراج يكون المفروض على مراحل. دولنا في الوقت الحالي كما يسمونا الغرب الدول الريعية اللي هي معتمدة اعتمادا كليا على النفط، اغلب اقتصادها على النفط، لا زال يعني تقدر تعيش مدة اطول لان القطاع النفطي فقط هو الذي يعمل كافي باستمرارية اقتصاد الدولة في الوقت الحالي. ادري في عجز راح يكون، لكن مو نفس الدول الثانية اللي هي الدول المتقدمة مثل ما يقول اللي متعددة وسائل الدخل، الاغلب وسائل الدخل اللي عندها ضربت في الوقت الحالي لان ما في عمالة، الناس ما تقدر تشتغل. طيب دكتور، فيما يتعلق في منظومة دول الخليج، هل ترى بأنه من المفترض أن تكون هناك منظومة صحية موحدة بين دول الخليج؟ يعني إذا استطعنا أن نقول بأنه هذه الأزمة هل ستفرض الآن نمطاً صحياً مختلفاً بين دول الخليج من حيث العلاقات فيما بينهم؟ والله رؤيتي أنا حتى في حسابي في الانستغرام في اللايف يعني اقترحت الموضوع هذا ووصلته للمسؤولين في الكويت في دولة الكويت، أن لازم العالم يعني العالم كله راح يشوف بإذن الله، العالم وليس فقط دول الخليج سوف يتغير، العالم ما قبل كورونا المستجد وما بعد كورونا المستجد لازم أن يتغير، يعني لازم إحنا نغير رؤيتنا للتعامل مع بعض. مجلس التعاون الخليجي موجود التعامل، وكان نظرته دائما هي نظرة سياسية للتعامل بين دول المنظومة تجاه الخارج، لكن الآن يجب حتى التعامل الصحي. التعامل الصحي اقتراحات مثل أن لازم تكون عندنا اكتفاء ذاتي، مثلا الماسكات اللي هي الأقنعة الطبية يجب صنعها في دول الخليج، هي طبعا أشياء غير معقدة يعني قطع قماش تحتاج مكان فقط لازم تصير مصانع عندنا في دول الخليج أو حتى مصنع كبير في أحد الدول الخليجية نعتمد عليه ينتج لنا أثناء الأمور بدون أوبئة، أثناء الأمور العادية ينتج ويبيع لبيع محلي وحتى خارجي، ولكن في حدوث الأزمات احنا نكتفي ذاتيا، وقد نكون احنا الأشخاص اللي نبيع للدول الأخرى الآن اللي حاطة تريليونات ومليارات ولا يعني عندهم فلوس بس ما في بالسوق يشتري، نصير نبيعهم او طيب. حتى نساعدهم نتصدق عليهم في وقت من الاوقات. هذه من ناحيه. نعم. الناحيه الثانيه بالنسبه للتعاون اقتراح اخر ان تكون غرفه عمليات مشتركه لمكافحه الاوبئه خاصه في دول مجلس التعاون الخليجي، لان لما احنا الحين سكرنا حدودنا عن بعضنا كدول خليج، لا بالعكس احنا المفروض نسكر دولنا عن الخارج، ظل دولنا فيما بيننا مفتوحه للتعاون وتكون في غرفه عمليات للاوبئه مشتركه. نعم. في احدى الدول ويتم فيها حتى خبراء من جميع دول الخليج تكون فيها للتعاطي، وهذه لازم تعقد في استمرارية حتى بعد انتهاء أزمة الكورونا المستجد، لأن الأوبئة ما راح تنتهي. دكتور كان الميرس الوقت أوشك على الانتهاء. سؤال يعني أتمنى في نصف دقيقة، بالنسبة للدواء الشهير الذي تم الحديث عنه واعتمدته بعض الدول وهو هيدروكسيكلوروكوين، لماذا اعتمدته فرنسا واعتمدته دول أخرى ولم يعتمد من منظمة الصحة العالمية برأيك؟
طبعا اول شيء لازم نعرف ان دواء الهيدروكسيكلوروكوين هو دواء ملاريا ويستخدم في بعض الامراض المناعيه. وتم استخدامه في التجربه الفرنسيه مع دواء ثاني اسمه ازيثروميسين، وهو مضاد حيوي للامراض البكتيريه وليست حتى الفيروسيه. لكن وجدوا اثناء تجربتهم بان يقلل من نسبه الفيروس في المصابين. لكن المؤاخذات على دراستهم، اول مؤاخذه ان الدراسه لم تكن مثل ما نقول احنا في الطب راندومايز كنترول ترايل، يعني دراسه عشوائيه منتظمه. في الدراسات الطبيه اذا تبي تجرب اي دواء بامانه علميه وبنتائج افضل تاخذ الدواء وتوزع الناس الى مثلا خلينا نعطي مثال 100 شخص الى 100 شخص. 100 شخص تعطيهم الدواء و100 شخص لا تعطيهم الدواء وتتابع الاثنين وتراقب النتائج ايش اللي يخرج معك. التجربه الفرنسيه لم تكن فيها الجهه اللي ما فيها الدواء، الكل اعطي الدواء. نعم طيب ثم اي فانت لذلك لم يعتمد يكون فيها تحيز علمي. نعم بالضبط انت ما تقدر تعتمد على دواء بالطريقه هذه وعلى عدد عينه قليله. العينه كانت من 80 شخص. نعم. و74 شخص من هؤلاء اللي مشاركوا كانوا الاعراض اللي عندهم بسيطه جدا دكتور، مثل ما اسميها مايل سيمتنز، بسيطه جدا. فهذول الاشخاص قد كانوا يشفون من غير اصلا ادويه. شكرا دكتور اسامه العنزي، مختص فيروسات اكلينيكي والامراض المعديه، شكرا لمشاركتك معنا، وشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين على متابعتكم. نسعد دوما باستقبال مقترحاتكم وتعليقاتكم على حسابات التواصل الاجتماعي للتلفزيون العربي. نلقاكم في الأسبوع المقبل، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.